بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من سنن الله في خلقه أن لكل بلد أيامه ولكل بلد أعياده يستقبلها ببهجة وسرور لما تحمله في طياتها من انتصارات وأمجاد. والأصل في إحياء الذكريات والأمجاد التاريخية هو استنباط العظات والعبر والدروس والحكم لتكون نبراسا يهتدى ويقتدى به في رسم معالم وملاحم بل وحتى ملامح المستقبل. ومن هذه الأيام المباركة التي يعيش ذكراها المغاربة قاطبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ذكرى عظيمة في سجل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، ومناسبة وطنية خالدة تجسد مدى التلاحم الوثيق بين العرش والشعب لصيانة وحدة الوطن والدفاع عن ثوابت الأمة. فهي الذكرى التي خلد بها الشعب المغربي انتفاضته القوية في وجه الاستعمار الغاشم حين بلغ ظلمه أقصاه ووصل طغيانه منتهاه، فامتدت يده الأثيمة إلى رمز سيادة البلاد وضامن وحدتها واستقرارها جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، فنفاه الاستعمار عن شعبه وبلده وأبعده عن عرشه ووطنه، متوهما بذلك أن هذه المناورة ستفسح له الطريق على مصراعيه لتنفيذ مخططاته الاستعمارية وإحباط عزيمة الوطنيين في التصدي له. وما إن عم نبأ نفي الملك محمد الخامس رحمة الله تعالى عليه حتى انتفض الشعب المغربي ووقف وقفة رجل واحد في وجه الاحتلال الأجنبي رافدا المس بكرامته والنيل من مقدساته، فانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه. وعلى الرغم من سقوط المئات من الشهداء والجرحى إلا أن ذلك لم يثني الشعب المغربي عن مواصلة كفاحه الوطني، ولم يتراجع إلا برضوخ الاستعمار لإرادة العرش والشعب والعودة المظفرة للملك الشرعي حاملا بشرى الاستقلال. واليوم وبعد مرور 67 عاما على اندلاعها، فإن ثورة الملك والشعب ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب المغاربة لما ترمز إليه من قيم حب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني والتضحية والالتزام والوفاء بالعهد وانتصار إرادة العرش والشعب، كما ترمز إلى قوة الترابط بين مكونات الشعب المغربي بين القمة والقاعدة من أجل دفاعهم عن ثوابتهم الوطنية وهويتهم المغربية. وذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة بما تحمله من دلالات ومعاني عميقة، وعلى الرغم من أنها كانت في ظروف قاسية إلا أنها علمت المغاربة الوطنية الحق وساعدت على الانخراط في ثورة جديدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس أعزه الله من أجل مواصلة نضاله في البناء والتشييد المتمكن في الجهاد الأكبر الذي تخوضه المملكة الشريفة، جهاد ضد الأمية والجهل، وجهاد ضد الهشاشة والمرض وكل ضروب المعاناة، وجهاد ضد تيارات التضليل والانحراف وزعزعة معتقدات الأمة. وتضمن خطاب جلالة الملك الثاني بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2003 إشارات قوية وتوجيهات رائدة ودلالات ومعاني لما تحمله هذه الذكرى العطرة، فقال جلالته: إن على المغاربة جميعا أن يظلوا أوفياء لروح 20 غشت في التشبث بقيم الوطنية وتربية أبنائهم على حب الوطن الذي جعله ديننا الحنيف من مقومات الإيمان، ولن نبلغ ذلك إلا بترجمة الوطنية إلى مواطنة ونقل الوعي الوطني من مجرد حب الوطن إلى التزام فعلي بالمساهمة في بناء مغرب يعتز المغاربة بالانتماء إليه. فالله تعالى أسأل أن ينصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، وأصلح به وعلى يديه، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم،
وأتبه اللهم على ما يقوم به من سعي محمود وعمل متواصل مشكور للمضي قدما بهذه الأمة إلى مدارج الرقي والطمأنينة والهناء، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولى الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المولى الرشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة، وأغدق اللهم شآبيب عفوك وفضلك وسحائب مغفرتك ورحمتك ورضوانك على شهداء المغرب الأبرار، وعلى رأسهم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما واجعلهما في مقعد صدق عندك، واجعل اللهم بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.